سامي اسكندر، يعني ربما كانت بي جي أو بريتش جاز الشركة الوحيدة تقريبا من شركات النفط اللي ظلت تستثمر في مصر من 2011. يعني هي طبعا مدتها بتستثمر منذ زمن طويل، ولكن من بعد الأزمات من 2011 لم تتوقفوا عن الاستثمار في مصر. إيه كان الدافع في رأيك؟ حصل مشاكل كتير بعد 2011، لكن احنا شريك أساسي لمصر، أنا أعتبر نفسي شريك أساسي لمصر. بعد 2011 صرفنا واستثمرنا 3.5 مليار دولار في مرحلة 8 ومرحلة 8A 8B من غرب الدلتا، امتياز غرب الدلتا للإنتاج، وحاليا بنستثمر 1.5 مليار في مرحلة 9A من غرب الدلتا برضو. مرحلة 9A هتجيب حاجة زي 350 إلى 400 مليون أدم مكعب من الغاز للسوق المصري في 2015. فده دي شراكة طويلة، ودي حاجة احنا مقتنعين بيها في بي جي. وزي ما يمكن حضرتك عارفة، احنا أعلننا ان احنا هنكمل طبعا الاستثمار، وحاجة في حدود 4 مليار دولار بعد ما نخلص المرحلة. هل دي أبار جديدة يتم استكشافها، ولا مزيد من الاستكشاف لنفس الأبار؟ هي حاجات كتير. عندك أبار للتنمية، الانتاج بيجي من أبار تنمية، فمرحلة 9A عبارة عن 9 أبار للتنمية. الأربعة مليار دولار أبار أخرى للتنمية، وأبار استكشاف. عندنا امتيازين للاستكشاف في مصر، فأبار استكشاف. وثالث نقطة هي توسيع البنية التحتية. احنا في مصر عندنا ودي مصر في أي مكان، لو تقارنيها لأي مكان في البحر المتوسط، عندنا أكبر بنية تحتية لاستخراج الغاز. عشان ديكي فكرة عن حجمها، احنا بنتكلم على حاجة في حجم 3 مرات مدينة الإسكندرية تحت سطح البحر. دي مش موجودة في أي بلد، أي بلد، ولا في أوروبا، ولا في أي بلد في البحر المتوسط. فالبنية التحتية دي لازم تستخدم مع شركة بي جي. فتحنا البنية التحتية لشركات أخرى في مصر. شركة بي بي أعلنت على استثماراتها. شركة بي بي هتستعمل البنية التحتية بتاعت بريتش جاس عشان تجيب الغاز. ده طبعا هيسرع سرعة هيسرع المدة إن الإنتاج ده يجي لمصر. وطبعا البنية التحتية دي ممكن نستعملها حاجات كتير قوي. يعني أزمة الطاقة في مصر هي الأزمة الأهم والأكبر، لأنه لا استثمار بدون طاقة، والطاقة محتاجة عملة صعبة ومحتاجة فلوس. هل الاكتشافات الجديدة التي تتحدثون أنتم عنها وتتحدث عنها بريتش بتروليوم وبعض من الشركات، هل دي هتؤمن مستقبل الطاقة في مصر، هل على المدى البعيد أم المدى القصير؟ شوفي حضرتك قلتيها، يعني مفيش نمو اقتصادي من غير طاقة، مفيش طاقة من غير استثمار. اول حاجه لازم نعملها ان احنا نجيب المستثمر الاجنبي ان هو يستثمر في مصر. عشان نجيب المستثمر لازم نغير سعر الغاز، ان سعر الغاز في الاتفاقيات اللي في مصر سعر واطي. لما المستثمر هيجي وهيستكشف البترول او الغاز، مش مدى قصير، لا يحل في سنه او سنتين. لما نستكشف غاز الانتاج يجي بعدها ب5 إلى 10 سنين. فالاستثمارات بتاع بريتش بتروليوم، استثمارات بتاع بريتش جاس مهمة جدا لمصر. بريتش جاس هيجي أسرع عشان دي تنمية، بريتش بتروليوم يمكن أطول شوية، بس يعني برضو بنتكلم 3-4 سنين. بس الشركات اللي هنجيبها دي لما هيستكشفوا الغاز، احنا الغاز ده هيجي للسوق المصري كمان 5-10 سنين. فمعناته ايه؟ معناته ان احنا ما فيش حل واحد لمشكلة الطاقة. ماذا عن استيراد الغاز؟ وانا عارفة ان انتوا ايضا بتسعوا لاستيراد الغاز من عدد من الدول، من الدول المجاورة. قول لي استيراد الغاز الافضل منين، وانتوا بتسعوا لاستيراد الغاز منين؟ شوف، اللي انا بفكر فيه هو هل استيراد الغاز كويس للاقتصاد المصري؟ نعم او لا؟ الإجابة نعم. ممكن احنا يعني لما اقول مصر، عايزة مصر تكون مركز للطاقة، مركز إقليمي للطاقة. عندنا البنية التحتية دي حاجة، يعني دي تدينا ميزة اقتصادية ما حدش عنده. يعني لو بنتكلم على استيراد غاز مسال، ولا بنتكلم على استيراد غاز؟ لا، استيراد غاز. غاز مسال او غيره، نتكلم في الاثنين. وعندنا البنية التحتية للاثنين. عندنا البنية التحتية، هكلمك في المسالف كمان دي، لكن عندنا دلوقتي البنية التحتية للغاز. لو بلد أخرى عايزة تبني البنية التحتية دي هتكلفهم بأسعار النهاردة 20 مليار يمكن 30 مليار دولار. فعندنا ميزة اقتصادية جامدة. فاحنا لما نروح لقبرص أو لإسرائيل ونقول احنا عايزين نشتري الغاز، هنشتري الغاز ده بثمن أقل علشان عندنا البنية التحتية. إنهم هيستخدموا البنية التحتية بتاعتنا، فاحنا ممكن نستفاد.
فانا اظن لما نشوف الغاز هيجي من فين، حته استيراد او احنا يعني اهم حاجه دي مهمه للاقتصاد المصري، نعم او لا، ودي حاجه مهمه هتجيب لنا طاقه، هتجيب لنا عائد، وهتجيب لنا فرص عمل. انتوا هل بتفكروا دلوقتي في استيراد الغاز من قبرص مثلا؟ طبعا. ايه طبعًا. يعني ايه البلانز بتاعتكم سواء من قبرص او من اسرائيل؟ انا مش عايز اتكلم في الديتيلز بتاع الاجريمنتس بتاعنا مع قبرص او اسرائيل، ان طبعا دي احنا بنتكلم ان هنشتري الغاز بكام، هم عايزين طبعا سعر اقل، احنا عايزين سعر اقل، يعني كاي مناقشه بيع وشراء بين اثنين. لكن انا يعني شركه بي جي عندها إرادة إن إحنا نجيب غاز لمصر، نستعمل البنية التحتية، نستعمل مصانع الغاز اللي عندنا، عندنا مصنع فيتكو، عندنا مصنع تسييل غاز فيتكو، عندنا مصنع غاز فيتكو، في مصانع أخرى في مصر، مصانع دمياط، فإحنا في مرحلة كل متقدمة يمكن أكثر مع أوبروس عن غيرها. لكن أنا استيراد كميات بقد إيه؟ استيراد كميات. طيب وماذا عن إسرائيل؟ إسرائيل يمكن بعدها بشوية، يعني أظن في مناقشات كتير بين شركة بي جي وشركات أخرى بتناقشوا معهم، عندهم اكتشافات كتيرة، لكن يمكن السرعة أقل شوية. وإحنا بنتكلم هنا عن ما بين بي جي، ما بين بريتش جاز وشركات أجنبية أخرى عاملة في إسرائيل. شركة بي جي بريتش جاز إحنا بنستورد من شركات، يعني أنا منتج بكلم منتج، الإجراءات بين الدول ده بين دولة مصر ودولة إسرائيل، دي حاجة احنا نخشش فيها. بيفضل الاستيراد الغاز من منطقة البحر المتوسط هو الأرخص سعرا عشان النقل مثلا والبنية التحتية؟ احنا ممكن نجيب غاز، يعني هديلك أسعار، ممكن نجيب غاز من قبرص أو من غيرها بلاد مجاورة أو إسرائيل في حاجة في حدود 6 إلى 7 دولار في الحدود دي مناقشات. لو هنستورد غاز النهاردة من غاز سائل من روسيا أو من الجزائر أو غيرها، الغاز ده هيوصل مصر في حاجة زي 12 يمكن 13 دولار، فيعني الحسبة سهلة. إيه الحل لمشكلة الطاقة في مصر في المدى القصير في رأيك؟ في رأيي أنا في المدى القصير حاجتين، ترشيد الاستهلاك، إحنا بنستخدم طاقة عشان رخيصة الناس بتستهلكها بطريقة مش عشوائية بس زيادة شوية. الحاجة الثانية ان احنا نشجع المستثمر الموجود في مصر انه يستثمر في الاباء في الحقول اللي عندنا، ده اسرع طريقة لزيادة الانتاج وسد العجز اللي عندنا في طاقة. استاذ سامي اسكندر بشكرك، شكرا جزيلا. بشكرك.